يقام هذا المعرض من خلال ورشة عمل أقامتها مديرية معهد الفنون التطبيقية لطلاب السنة الأولى والثانية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلب سوريا فرع المعاهد. طبعا نحن دورنا في وزارة الثقافة أن ندعم هكذا فعاليات، وهناك بعض الطلاب هم مشاريع تخرج لرفض الحركة الثقافية الفنية في سوريا بفنانين شباب لهم طموح كبير، ومن خلال عنوان هذا المعرض نجد ونعتز بأن سوريا هي منتصرة دائما بجهود هؤلاء الشباب الذين رسموا في لوحاتهم أشكال متنوعة من الطبيعة وانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب.